تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح السعادة، وصباح أيضا الإيجابية. مستمعين الأعزاء، يومكم إن شاء الله مليء بالطاقة وأيضا النشاط. دائما الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. دائما من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما مستمعينا فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا أول خبر تحت عنوان نصف ساعة من تمارين التمدد تخفض ضغط الدم. وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. اليوم بتعطينا طبعا المستجدات الأخت الزميلة أسماء الجناحي. أما بخصوص فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان خدمات الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة الحالية. ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان فصام الطفولة. وفقرة التغذية، واليوم بنتكلم إن شاء الله عن أخطاء تقلل من عملية حرق الدهون، وبتكون معانا اليوم الأستاذة عفرة القطان أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم صحة الطفل وارتفاع الحرارة عند الأطفال وكيفية التعامل مع هاي الحالات مع الدكتورة موزة محمد الحمادي أخصائية الأطفال بهيئة الصحة بدبي. هاي فقرات برنامجنا مستمعين الأعزاء متنوعة، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونرجع لخبر التمدد في التمارين. مستمعين الأعزاء، توصلت دراسة حديثة إلى أن ممارسة تمارين التمدد أفضل من المشي السريع في الخارج لتخفيض ضغط الدم. هناك دراسة عملها باحثون من جامعة ساسكاتشوس الكندية مجموعة من 40 مصابا بارتفاع ضغط الدم، وانقسموا إلى مجموعتين، المجموعة الأولى اللي مارسوا تمارين التمدد، والمجموعة الثانية اللي مارسوا التمارين المشي السريع. ووجد الباحثون أن نصف ساعة يوميا من تمارين التمدد لكامل الجسم تقلل من جميع أنواع ضغط الدم، وتخفض أيضا ضغط الدم بشكل أفضل من المشي السريع خلال نفس الفترة الزمنية. هذا خبرنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء بخصوص موضوع التمارين الرياضية وكيفية أن تمارين التمدد يخفض ضغط الدم. وننتقل إلى فقرتنا الثانية، فقرة السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. صبحك الله بالخير والنور والعافية أختي أسماء. السلام عليكم، صبحكم الله بالنور وسرور اخي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك ان شاء الله بالنور والسعادة. اسمع، شو بتخبرينا اليوم؟ شو المستجد في وسائل التواصل الاجتماعي؟ من ضمن الاشياء اللي نحن مركزين عليها في الفترة، او من الاخبار اللي طلعت خلال يوم امس، عن اعلان هيئة الصحة بدبي عن بدء تطعيم بلقاح سينوفارم المضاد لكوفيد 19، وهذا من ضمن إطار خطة الهيئة لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم. وصلتنا بعض مجموعة من الأسئلة بخصوص التطعيم، التطعيم طبعا اختياري،
في بعض الأشخاص يسألون عن المواعيد اللي كانت موجودة قبلهم، يبون حابين مواعيدهم تتمثل ما هي، ممكن أيضا يتمون على مواعيدهم وما يغيرونها. طبعا هم ممكن يختارون بين التطعيمين وهذا شيء موجود حاليا. تطعيم سينوفارم متوفر للمواطنين والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة وهم من المسجلين مسبقا. فبعض الأشخاص يسألون عن كيفية أخذ الموعد، لكن الفترة الحالية هي للمسجلين مسبقا وهم منهم فوق 60 سنة. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي بعض النصائح للخروج اللي مهم الواحد يذكرها قبل الخروج من المنزل، خصوصا اللي بيروحون المطاعم أو المقاهي. نأكد على أهمية أخذ المواعيد في هيئة الصحة من خلال التطبيق، ولكن إن شاء الله المسجلات بتكون موجودة بشكل مستمر من خلال حسابات قنوات التواصل الاجتماعي اللي هي DHA_Dubai. فننصح الجميع أن يتابعون للمسجدات اللي راح تكون موجودة واللي قاعدين ننشرها بشكل مستمر في قنواتنا. والأهم من هذا كله، حتى إذا كان الأشخاص ماخذين التطعيم، مهم الالتزام بالإجراءات الوقائية لسلامة وسلامة غيرهم. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الأخت أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن لقاح سينوفارم متوفر الآن في هيئة الصحة بدبي، المرحلة الأولى لكافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة وحاملين الإقامة أو إقامة دبي من القوائم المسجلة أيضا مسبقا. وهناك طبعا تم تحديد بعض المراكز من قبل هيئة الصحة بدبي اللي من خلالها سيتم إعطاء اللقاح سينوفارم، مركز ند الحمر الصحي ومركز الطوار الصحي وأيضا مركز المنخول الصحي. ومثل ما ذكرت الأخت أسماء بأن بيكون يعني دائما هناك بتكون دائما مستجدات خاصة بموضوع لقاح سينوفارم إن شاء الله من خلال تحديثات اللي بيتم عليها من قبل المعنيين في هيئة الصحة بدبي. فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم مستمعين الأعزاء تحت عنوان خدمات الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. وبتكون معانا اليوم الدكتورة فتنة محمد المطوع، طبيب أخصائي أول بهيئة الصحة بدبي. بنتكلم عن خدمات هيئة الصحة في المراكز الصحية الأولية، وأيضا بنتكلم عن الحالات الطارئة وشو الحالات اللي ممكن يتم استقبالها خلال المرحلة هاي. أكثر من هذه التفاصيل مستمعين الأعزاء حول موضوع خدمات الأسنان في هيئة الصحة بدبي، ولكن بعد الفاصل. دائما خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بمشاركاتكم معنا مستمعين الأعزاء وتواصلكم على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي. أعلنت مستمعين الأعزاء خلال الفترة الماضية هيئة الصحة بدبي عن توقف وتقديم بعض خدمات الأسنان الغير ضرورية طبعا طبيا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض كوفيد-19. شرفنا اليوم تكون معنا الدكتورة فتنة محمد المطوع، طبيب أخصائي أول بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة فتنة. الله يصبحك بالنور والسرور. الله يحييك دكتورة. طبعا مثل ما ذكرنا أن تم الإعلان عن مؤخرا عن توقف بعض خدمات الأسنان بهيئة الصحة بدبي. دكتورة، لو نتحدث بشكل عام بداية عن الخدمات اللي تقدمونها في المراكز الرعاية الصحية الأولية الخاصة بالأسنان. أسعد الله صباحكم بكل خير. مثل ما تفضل لك، أنا الدكتورة فتنة محمد المطوع، طبيب أخصائي أول تقويم الأسنان في
إدارة الأسنان في هيئة الصحة. نبغي بس نحن يعني نوضح شو الخدمات اللي هي موجودة عندنا حاليا في قسم الأسنان في هذه المرحلة من كوفيد. بس في شيء هو أنا أحب أن أنا أقوله، أن نحن الخدمات عندنا ما توقفت completely. نعم. نحن هو مجرد تقليل للسيرفيس اللي كان موجود سابقا. يعني مثلا يعني إذا كان مثلا عندنا نحن قبل كان 5 عيادات مثلا في السيرفيس موجودة مثلا صباحا وخمس عيادات مثلا مساء، تقلل الخدمة إلى عيادة أو عيادتين ماكسيمم صباحا أو مساء. عندنا بعض العيادات اللي هي توقفت السيرفيس فيها توقف كومبليتلي، اللي هو عيادة الطوارئ وعيادة المنخول وعيادة البدر. هذه العيادات تحولت لخدمات البي سي آر ومرضى الكوفيد. بالنسبة للعيادات الثانية اللي هي حاليا السيرفيس موجود فيها، عندنا عيادة المزهر وعيادة ند الحمر وعيادة البرشة، وعندنا عيادة عندنا مركز الممزر ومركز الصفا. هذه العيادتين يقدمون بس خدمات ضد الأطفال. بالنسبة لعيادة بتكلم يعني عن عيادة وشو السيرفيس اللي موجود فيها. صحيح. وأيضا دكتورة عفوا المداخلة، يعني حتى لو توضحين من فضلك سبب هذا التوقف عن تقديم هاي الخدمات. نعم. نحن الله يسلمك في هذه الجائحة عدد كبير من الأطباء والمساعدين والفنيين اللي كانوا موجودين عندنا تطوعوا لخدمة الدولة في هذه الفترة، اللي هو لخدمة مرضى الكوفيد، وإذا كان في أي احتياج للدولة للمساعدات اللي تقدم لمرضى الكوفيد، عندنا أطباء عدد كبير من الأطباء تطوعوا لهذا الشيء. فإحنا عندنا تقدر تقول أن أكثر من 80% من الأطباء والمساعدين والفنيين اللي عندنا راحوا لخدمة مرضى الكوفيد. فهذا هو كان السبب اللي احنا ان اضطرينا ان احنا نقلل خدمات الاسنان، لان مثل ما تقول في اولويات يعني. صحيح. ولحنا وقفنا الخدمات اللي هي الغير ضروريه، لكن اذا كان المريض محتاج اي خدمه ضروريه ان تتوفر له، الخدمه موجوده وما انقطعت للمريض. يعني احنا المرضى يعني قد ما نقدر نحن نحاول ان المرضى السيربس الطوارئ اللي هم محتاجينه أو أي سيربس محتاج إنه هو المريض يشوفونه حاليا والطبيب يعني يتدخل ويشوفه حاليا موجود السيربس. نعم. لكن مثل ما قلنا في أولوية هاي الفترة اللي هي لمرضى الكوفيد، فعنا الدكاترة اللي عندنا جزاهم الله خير مع الهيئة تطوعوا لخدمة مرضى الكوفيد. صحيح. ورغم هذا دكتورة بعد أيضا يعني مثل ما أنت تفضلتي أن يعني يعني لم يتم توقيف يعني جميع الخدمات، وإنما في هناك أيضا خدمات متوفرة في بعض المراكز مثل ما تفضلتي. نعم. فنحن عندنا مثل ما قلت لك عندنا 3 عيادات رئيسية اللي هي تقدم خدمات الأسنان صباحا ومساء. عندنا من الساعة 7:30 الخدمة موجودة إلى الساعة 9:30 مساء، 7:30 صباحا إلى 9:30 مساء. عندنا في عيادة المزهر، عيادة المزهر هذه تعتبر عيادة كلين كلينك. شو يعني كلين كلينك؟ يعني أن المرضى يتشافون بمواعيد محجوزة مسبقا. يعني المريض لازم يكون عنده موعد مسبق على أساس أن الطبيب يقدر يشوفه. ليش؟ لأن هاي العيادة كلين كلينك وما تشوف الناس إلا بمواعيد. صحيح. عندنا اللي هم الخدمات اللي متوفرة في عيادة المزهر، عندنا الطبيب العام، عندنا جراحة الفم، جراحة اللثة، التركيبات، علاج العصب، تطويب الأسنان وعيادة التنظيف. يعني سيرفيس الأسنان متوفر في عيادة المزهر كومبليتلي، لكن مثل ما قلنا بتقليل عدد العيادات. وأكيد يعني دكتورة يتم هناك التنسيق يعني بينكم بين مراكز الخدمة وأيضا بين المتعاملين. نعم. المريض إذا المريض احتاج شيء يتصل هو على الكول سنتر اللي موجود عندنا في الهيئة، والمريض كان محتاج شيء طارئ، محتاج إنه هو يدخل الطبيب حاليا، يعني يدخل الطبيب فورا، يتوجه الكول سنتر ينصح المريض إنه هو يتوجه لعيادة ند الحمر وعيادات البرشة اللي هي تقدم حالات يعني السيرفيس للحالات الطارئة أو الحالات. يعني إحنا بس ما نقدر نقول بس الحالات الطارئة، لكن أي شيء يكون عنده أن المريض متأذي أو المريض مش مرتاح يروح لعيادة ند الحمر ويروح لعيادة البرشة. ند الحمر في ديرة والبرشة في برا دبي، أنهم أن المريض يحصل السيرفيس اللي هو يبغاه، في النهاية المريض يكون مرتاح. صحيح.
أيضا دكتورة، يعني من الأمور اللي تفضلتي فيها وذكرتيها الحالات الطارئة، يمكن مرات يعني مفهوم الحالة الطارئة لعامة الناس أو لأفراد المجتمع لبعض التخصصات غير واضحة ومفهومة، فممكن الدكتورة بس توضحين لنا إحنا أو للأخوة يعني مستمعين البث المستمعين برنامج صحة وسعادة عن الحالات الطارئة وماذا نعني نحن بالحالات الطارئة حسب المفهوم الطبي. نعم، نحن في خدمة في إدارة الأسنان، نحن لما نقول حالة طارئة أنا ما أقصد بس أن المريض يكون عنده ألم، نحن مش بس هالشيء هذا نقصده. إذا كان المريض مثلا، بعطيك مثال، يعني إذا كان المريض مركب تقويم مثلا، نعم، وعنده الحدائد مالت التقويم هذه في مثلا حديدة بطلت، أو في مثلا سلك مفتوح، في مثلا واير طالع، في المريض ممكن ما يكون يتألم لكن المريض مش مرتاح. صحيح. فهاي الحالة يقدر المريض يروح عيادة مد الحمر أو عيادة البرشة، وهناك عندنا مثل ما قلت السيرفس كله موجود، الأطباء كلهم موجودين. فحال إذا المريض راح مثلا محتاج هو طبيب أخصائي تقويم أو محتاج طبيب علاج عصب، إذا كان الطبيب موجود في هاك البت يعني في هاك الشفت، الطبيب اللي هو الأخصائي هو نفسه بيشوفه في هاك الشفت. لكن في حال إذا كان الطبيب مو موجود، الطبيب العام اللي هو موجود بيسوي له الشيء اللي يخلي المريض يكون مرتاح، وبعدين بيعطي أقرب موعد ممكن، أو مثلا أقرب عيادة موجودة لمركز تخصص التقويم أو أي تخصص ثاني، وبيسوي له موعد والمريض بيروح وبيشوفه. بالنسبة للطوارئ الثانية، مثلا إذا المريض كان عنده ألم شديد في الأسنان، كان عنده مثلا تورم في الوجه، كان عنده نزيف في اللثة، كان عنده انكسر عنده ضرس، هاي الأشياء بعد إحنا نعتبرها من الأشياء الطارئة اللي محتاجة تدخل فوري. ما نقدر يعني المريض بدون حتى ما يتصل للكول سنتر يقدر يتوجه مباشرة إلى عيادة مد الحمر أو عيادة البرشة، وهذا الشيء الموجود الطبيب العام بيشوفه وبيحاول انه اذا كان في مجاله وفي يقدر انه هو يساعده بيساعده. فحال اذا كان محتاج مثلا تدخل طبيب الجراح او تدخل اي تخصصائي ثاني، الدكاتره اللي موجودين عندنا بنفسه شخصيا راح يتواصل مع الطبيب الاخصائي ويعطي البيانات المريض وشو المريض عنده، وفي نفس اللحظه بيخلون الطبيب الاخصائي يشوف المريض. صحيح. يعني على يعني نحن قد ما نقدر والأطباء اللي موجودين عندنا، ان نحن في النهايه نبغي السيرفيس يكون متوفر للمرضى، ان المرضى ما يعانون من اي شيء او اي خلل موجود عندهم، ان السيرفيس يقدم لهم نفس اللحظه. صحيح. وايضا دكتوره، يعني انا الحقيقه يعني أطلب أيضا من الأخوة المستمعين وأيضا من أفراد المجتمع، لأن نحن اليوم دكتورة نعيش ظروف استثنائية، يعني ظروف مختلفة مش ظروف طبيعية، فمفروض الكل اليوم يتعاون والكل يتفهم. إذا صار هناك نوع من التحديث في الإجراءات أو نوع من التعديل، مفروض أن يكون فيه هناك تفهم من أفراد المجتمع. ودائما دكتورة مثل ما وضحتي أنت أن يعني تم إلغاء بعض الخدمات، وتم يعني بعض الخدمات موجودة ولكنها فقط هي مجرد يعني تعديل على الإجراءات. فشو تحبين دكتورة يعني في خلال يعني يمكن 3 دقائق القادمة تحبين توجهين بعض النصائح الخاصة في هذا الموضوع؟ مثل ما أنت تفضلت أن نحن يعني وايد مهم عندنا تعاون المرضى وتعاون الناس معنا في هذه الفترة. يعني مثل ما قلت بعد عدد الدكاترة الموجودين حاليا العدد قليل، فيعني نحن نبغي أن المريض بعد يفهم أن في عدد قليل من الدكاترة، ونحن بعد ياسين نحاول أن السيرفيس يكون موجود، وإحنا نحاول أن نرضي المرضى ونقدم لهم السيرفيس اللي هم يبغونه قد ما نقدر. فالمرضى يعني اللي أنا أطلبه منهم هاي الفترة أن يعني قد ما يقدرون يهتمون في تنظيف الأسنان، يعني يحاولون قد ما يقدرون ان يعني الاشياء اللي هي يشوف انه مش ضروري ان يروح يزور عياده الاسنان، يحاول انه يتفادى هذا الشيء هذا الا في حالات انه بالفعل يكون محتاج ان الطبيب يتدخل او ان الطبيب يشوفه، يعني يروح المريض للعياده وان الطبيب مثل ما قلت ان الطبيب ما بيقصر وبيشوف المريض. في حال مثلا إذا كان المريض عنده ترتيب، في حال إذا كان المريض عنده تقويم، في حال إذا عنده مثل هاي الأشياء هذه اللي معرضة للكسر،
يعني يحاول المريض أنه قد ما يقدر يحافظ عليها، ما يكسرها، على أساس أنه هو ما يكون متأذي ويروح مثلاً وما يشوف السيرفس موجود عندنا نحن، وفي النهاية ترى هو اللي بيكون متأذي. فيعني أنا أقول قد ما تقدرون حاولوا أن أنتوا تهتمون في تنظيف أسنانكم. الاهتمام بالأسنان هذا جداً مهم، سواء للكبير سواء للصغير، وعلى أساس مثل ما قلنا أن نقلل عدد الزيارات اللي المفروض أنهم يروحوا لها لعيادات الأسنان. ومثل ما قلنا هذه جائحة وهذه فترة، وإن شاء الله تعدي على خير والأمور كلها ترجع بشكل أفضل إن شاء الله. يعطيك العافية الدكتورة فتنة محمد المطوع، الحقيقة يعني مشكورين على خدماتكم المميزة، وبالأخص يعني في هاي الظروف الغير عادية، ودائما يعني في هيئة الصحة بدبي شعاركم هو يعني إيجاد مجتمع صحي وأيضا سعيد من خلال الخدمات اللي تقدمونها دكتورة أنت وفريق عملك المبدع. كل الشكر والتقدير لك دكتورة، وما قصرتي، ويعطيك ألف عافية. العفو هذا واجبنا، وهذا واجب الكل، مش بس الأطباء، جميع الناس هالجائحة هذه اللي موجودة، أن الناس يتعاونون، ويعني مثل ما يقولون على أساس أن نحن نتغلب على هذه الجائحة وتنتهي معنا إن شاء الله بأسرع وقت ممكن. والتعاون مطلوب من جميع أفراد المجتمع، وأنتم بعد ما قصرتوا بالتوضيح للمشاهدين، وشكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية إن شاء الله بتكون الفقرة اللي أنا أحبها دائما، فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان أخطاء تقلل من عملية حرق الدهون. خلكم ويانا وبنسمع أكثر في هذا الموضوع مع الأستاذة عفرة القطان، أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة التغذية لهذا اليوم، واليوم تحت عنوان أخطاء تقلل من عملية حرق الدهون، ومع الأستاذة عفرة القطان أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة عفرة. صباح النور والسرور أستاذ عبد الله. طبعا موضوعنا، الله يخليك، موضوعنا لليوم نفس ما طرحت، الأخطاء اللي تعيق عملية حرق الدهون. بس من عرف كثير من الأشخاص يقومون باتباع أنظمة غذائية ومع ذلك يصعب عليهم فقدان الوزن. في بعض الأخطاء الشائعة تكون في نمط الحياة، وهي اللي بتقلل من عملية أو التي تبطأ من عملية العيض، فبالتالي تقلل معدل حرق الدهون، ومع اتباع هذه العادات الخاطئة طبعا يفقد فقدان الوزن أو يصعب فقدان الوزن، وتكون أكثر عرضة لزيادة الوزن في المستقبل. أسوأ الأخطاء هي أولاً عدم تناول ما يكفي من البروتين. من الضروري الحصول على حاجة الجسم من البروتين أثناء اتباع الحمية الغذائية. شو فائدة البروتين؟ البروتين سيقلل الشهية وسيزيد الشعور بالامتلاء، وبالتالي عدم تناول الكثير من الأطعمة، كما أنه يزيد من معدل الأيض ويحمي كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن. وفي أيضاً دراسة استمرت لمدة 12 يوم تناولت المجموعة نظاماً غذائياً يحتوي على 30% من البروتين، وانتهى بهم الأمر إلى استهلاك سعرات حرارية أقل بمعدل 580 سعرة حرارية في اليوم عما كانوا عليه عندما تناولوا فقط 15% من البروتين. ثاني خطأ أن عدم ممارسة الرياضة. فأثناء عملية فقدان الوزن يفقد الشخص لا إرادياً البعض من كتلة العضلات والدهون، وعدم القيام أيضا بأي تمارين رياضية يمكن أن يتسبب في انخفاض معدل الأيض، خاصة عند اتباع نظام غذائي قليل السعرات الحرارية. وعلى النقيض أو عكس ذلك، فممارسة الرياضة تزيد من كتلة العضلات، وبالتالي تزيد الكتلة الخالية من الدهون، مما يمنع تباطؤ عملية الأيض في الجسم. وأفضل التمارين أن تعد تمارين المقاومة أمرا مهما أثناء فقدان الوزن، فأثبتت الدراسات أن رفع الأثقال هو أحد أكثر التمارين فعالية لاكتساب العضلات وزيادة معدل الأيض، كما أنه أيضا يحسن التكوين العام للجسم ويعزز فقدان دهون البطن.
ثالث خطأ أن قلة النوم. فقلة النوم يقلل من معدل الأيض أو التمثيل الغذائي في الجسم، وهي عملية يحول بها الجسم الطعام والشراب إلى طاقة، فيقل أن ما نسميه علميا معدل الأيض وقت الراحة resting metabolic rate، هو معدل حرق واستهلاك السعرات الحرارية عندما يكون الجسم في حالة الراحة. وطبعا يختلف حسب العمر والجنس والوزن والكتلة العضلية. وجدت الدراسات أن الأشخاص الحاصلين على ساعات نوم غير كافية يكون لديهم معدل حرق أقل ب 20% من الأشخاص الذين يحصلون على قسط كافي من النوم. وآخر خطأ راح نطلق له اللي هو عدم شرب الماء. فنظرت معظم الدراسات اللي أذكرها حاليا في تأثير شرب حصة واحدة من الماء اللي هي نصف لتر في اليوم، وكانت هاي النتائج. أولا، يزيد شرب الماء من عملية السعرات الحرارية التي تحرقها والتي تعرف بمعدل الأيض وقت الراحة، تمام؟ نعم. وأيضا تبين استهلاك الطاقة أثناء الراحة يزداد بنسبة 24% إلى 30% خلال فقط 10 دقائق من شرب الماء، ويستمر هذه العملية لمدة 60 دقيقة لدى البالغين. ودعما لهذه الدراسة أيضا أجريت دراسة على الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، فلاحظوا أن زيادة 25% في استهلاك الطاقة أثناء أو بعد شرب الماء. وأيضا أجريت دراسة على نساء ذوات الوزن الزائد، ولاحظوا مدى تأثير زيادة شرب الماء لأكثر من لتر واحد في اليوم، ووجدوا أن على مدى 12 شهر أدى ذلك إلى 30 كيلوغرام إضافي من الوزن. ونحط بالنا أيضا أن هؤلاء النساء لم يقمن بأي تغييرات في نمط الحياة باستثناء شرب المزيد من الماء. وأيضا هناك عديد من الدراسات الأخرى رفضت الأشخاص اللي يعانون من زيادة الوزن واللي زادوا من شرب الماء من 1 إلى 1.5 لتر في اليوم فقط لبضعة أسابيع، وجدوا انخفاضا كبيرا في الوزن ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ودهون الجسم. صحيح. فهذه بعض الأخطاء التي الناس يعني تداولها بشكل عام مع فقدان التي يصعب عليهم عملية فقدان الوزن. يعطيك العافية أستاذة عفرة القطان، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا لك. الله يعافيك. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، قبل أن ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم وصحة الطفل، بس بنذكر ببعض النصائح المهمة اللي يجب علينا أو عليكم جميعا أن نتذكرها عند زيارة المقاهي وأيضا المطاعم. طبعا أول نصيحة، البقاء في المنزل إذا كنت تعاني من أعراض مرضية. يعني الشخص اللي يعاني من أي أعراض مرضية المفروض أنه أصلا ما يطلع من البيت، لا للمقهى ولا للمطعم. حافظ دائما على التباعد الجسدي، ونحن دائما نقول التباعد الجسدي ولبس الكمامة وغسل اليدين من الأمور المهمة جدا لتقليل عدوى فيروس كورونا. عقم اليدين أو غسل اليدين قبل وبعد الأكل، ودائما ننصح بعدم مشاركة الآخرين الطعام والشراب على نفس الطاولة. وأيضا مستمعينا أن الآن هناك الكثير من وسائل الدفع الذكي، ودائما نحن ننصح باستخدام وسائل الدفع الذكية. ننتقل إلى فقرة صحة الطفل مستمعينا الأعزاء، واليوم تحت عنوان ارتفاع الحرارة عند الأطفال وكيفية أيضا التعامل معها. واليوم معنا الدكتورة موزة محمد الحمادي، أخصائية الأطفال بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتورة موزة. صباح الخير لكم، صباح الخير لمتابعينا، أهلا وسهلا فيكم. الله يحييك دكتورة. طبعا موضوع ارتفاع درجات الحرارة عند الأطفال من حين إلى الآخر هو طبعا أمر دائما يعني يجعل نوع من القلق لدى الأم، وهناك طبعا في ممارسات كثيرة وبعض السلوكيات الكثيرة عند الأمهات بخصوص موضوع يعني كيف أنها تقلل أو تخلي مستويات درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية. دكتورة موزة، في البداية بس أسباب ارتفاع الحرارة عند الأطفال. زين أخوي، الحين احنا نبتدي مثلا ممكن نقول اولا ان لازم نعرف ان هي الحراره هي عباره عن وحده من طرق الدفاع الجسم. يعني اذا انا عندي حراره معناته ان في خلل بالجسم. صحيح. فلازم هي الحراره مظهر، فاكيد في شيء قاعد يصير.
في سبب معين يعني لخروج الحرارة أيوة من الجسم. نعم مضبوط. عندنا عدة أسباب مثلا ممكن نقول، أو اللي هي أكثر شيوعا الالتهابات سواء فيروسية أو بكتيرية، هي الأسباب يعني. ممكن التهابات التنفسية يعني نقول الاسشام، التهابات المعوية كالإسهال، التهابات الأذن والحلق بعد ممكن تسبب حرارة. والأشياء اللي احنا دائما نقلق منها كأطباء هي لا سمح الله التهابات الدم أو التهابات السحايا، لأن هذه أشد خطورة، واللي هي بعد تكون ممكن تبتدي معنا كارتفاع بالحرارة أو انخفاض بالحرارة. صحيح. في عدة أسباب مثل ما قلنا، ممكن حتى التطعيم، بعد التطعيم ممكن يصير مع الطفل حرارة لمدة 48 ساعة. فعندنا عدة أسباب يعني، هي مظهر لمرض معين، ممكن تكون أسبابها بسيطة وممكن تكون لا سمح الله أسبابها يعني شوية أشد خطورة. نعم. أيضا دكتورة يعني من الأمور أن يعني مرات نلاحظ لدى الأمهات في بعض التصرفات المعينة في كيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة. خلنا دكتورة بس ناخذ معك عن كيفية التعامل مع ارتفاع الحرارة عند الأطفال. زين. أولا إحنا قبل مثلا فرضا إذا الأم حست مثلا بالإحساس، حطت إيده وحست إن في حرارة، الأفضل دائما نقول إن لازم تنقاس الحرارة. يعني أنا الحرارة باللمس هذه ممكن ما نعتمدها، فنقول الأفضل لازم يعني نقيسها، نسوي إن نثبت إن عند الطفل حرارة، حتى لأن بيترتب عليها عدة أشياء ممكن يحتاج علاج لهذه الأسباب. مثل ما قلنا الحرارة عندها عدة أسباب، ممكن تكون بسيطة وممكن تكون شديدة. يعني إذا أنا عندي طفل يلعب ونشيط وعمره مثلا بنقول 4 سنين وعنده شوية اسشام، ممكن بس نطمن الأم نقول لها بس تحرص تعطي شوي سوائل. إذا الحرارة شوي استمرت ممكن خوافض الحرارة، وخوافض الحرارة بعد لازم تعطيه بطريقة معينة، يعني كل مثلا فترة معينة، مثلا إذا مشتقات الباراسيتامول كل 4 إلى 6 ساعات، بس ما نتم نعطيه مثلا لمدة 3 أيام هو مستمر حرارة. فعندها إذا طولت الحرارة عندها شوي هذا شيء يقلق. ممكن نقولها تخفف الملابس حتى على الطفل، يعني إذا عليه حرارة أكيد هو بيرجف وبيحس ببرودة زيادة، فالأمهات أحيانا يزيدون الثياب، لا الأفضل دائما نقول لها تخفف شوي الثياب. صحيح. في أشياء شوي ننتبه لها الأمهات يسوونها أحيانا، مثلا يحطون عليه ماء بارد، أو في منهم يسوون كمادات كحول، واللي هذه أبدا ما نوصي فيها، لأن ما نحب ننزل الحرارة على السريع، يعني لازم تنزيل الحرارة يكون تدريجيا. فمثل ما قلنا نخفف شوي ملابس، أحيانا نعطيه شوي خوافض الحرارة، أحيانا ممكن تسوي له كمادات بماء فاتر، يعني درجة حرارة المغسلة ما تكون بارد الماء. هذه أكثر أسباب طريقة التعامل مع الحرارة. هذا إحنا كله كلامنا إذا الطفل حرك، يعني يلعب ونشيط وكل شيء، يعني ما في أي علامات تخوفنا مثلا حتى نقول لا لازم تروح للخطوة اللي بعدها. نعم. أيضا دكتورة أنا الحقيقة من الممارسات اللي ألاحظها على الأمهات، وأنا لاحظت هاي عندنا حقيقة يعني في العائلة، أن يتم استخدام، وأنت تطرقتي للنقطة هاي، استخدام المخفضات الحرارة اللي هي دائما فيها الباراسيتامول. مثلا تقول الأم أن أنا الولد عندي أو البنت يعني ارتفاع الحرارة مرتفعة، وعطيته مثلا بنادول، وخلال 4 إلى 6 ساعات إذا لاحظت أن البنادول بعد ما جاء بالمفعول تقوم وتستخدم نوع ثاني مخفض حرارة آخر مش نفس النوع. فشو تنصحين في هالجانب دكتورة؟ إحنا نشوف الطفل أول شيء بشكل عام كأم، إذا شافت الطفل إذا هو يلعب ونشاطه زين أحيانا حتى ما يحتاج نعطي مخفضات للحرارة. صحيح. إذا الطفل نشاطه زين، بس إذا هي تحس أنه خامل الحرارة شوية مأثر عليه ممكن تعطيه البنادول. دائما نقول حتى خوافض الحرارة لها، صحيح هي بتخفض الحرارة بس إذا استمرينا نعطيه عدد مرات، يعني هي تعتبر كل خوافض الحرارة عبارة عن أدوية، يعني الجسم لازم عندها فوائد وعندها مضار، فالجسم يفرزها مثلا يروحها بطرق معينة. تركيزها أحيانا يظل تركيزها في الجسم، فإحنا دائما نحرص خلاص لا ولا طولت الحرارة عندما قاعدة تنزل الأفضل ينشاف عندها من طبيب يفحصها هل في سبب يدلنا على الحرارة ولا لا. بس إذا هو نشاطه زين ما نحرص أن نكررها، لأن كل دواء يعني لفترة أنه يشتغل في الجسم، مثلا بنقول الباراسيتامول ممكن تعطيك 4 إلى 6 ساعات، الأفضل ما تعطي أقل من هذا. مثلا عندنا منتجات البروفين بعد نحاول نبتعد عنها عند الأطفال اللي في فترة في عمر معين، لأن بعد لها آثار جانبية عند الأطفال. فكل دواء مثلا بنقول للأم نحرص أن نقول لها أنه لا إيجابياته ولا سلبياته، حتى لو كان أدول وشيء بسيط بعد يفرز الكبد، فدائما نحتاج نعطيه بتراكيز معينة في أوقات معينة.
صحيح دكتورة موزة، طبعا اليوم كثير من الأدوية المخفضات الحرارة متوفرة يعني في الصيدليات بأنواع مختلفة، فمرات الأم تلجأ إذا يعني حست بأن الطفل عند ارتفاع في الحرارة تلجأ يمكن قبل لا تلجأ إلى الطبيب إلى الصيدلية وأخذ بعض الأدوية اللي هي الأدوية الآمنة يعني اللي هي تنزل الحرارة. فشو تنصحين في هذا التوجه، وأيضا متى يتوجب يعني مثلا على الأم أنها تقرر تأخذ الولد للطبيب؟ بالنسبة مثل ما ذكرت أن الأدوية البسيطة مثلا الأدول خوافض الحرارة ممكن نستخدمها كبداية إذا الطفل نشاطه زين وحركته زين وفي عمر معين، يعني مو من أول حرارة طفل عمره 4 سنين يلعب أخدع الطبيب، ممكن انتظر شوية. سؤالك جدا مهم هذا، متى تراجع الأم الطبيب؟ لأن يعني في أشياء معينة لا والله هذه مثلا من لما يعني مثلا تطلع الحرارة في عمر معين مثلا تحت 3 شهور لا، يعني هذا الطفل أي طفل تحت 3 شهور طلعت حرارته هذا على طول من أول حرارة الأفضل ينشاف الدكتور، ينشاف من قبل الطبيب، لأن أولا ممكن نقول كمناعته تكون قليلة شوية، هذا الطفل بعده ما يتلقى تطعيمات حتى يبني مناعة، ردة فعله للالتهابات سواء فيروسية أو بكتيرية تختلف عن ردة فعل الطفل الأكبر. إذا مثلا الطفل صار عنده حرارة وفي طفح جلدي أو عنده صداع أو استفراغ شديد أو إنه مثلا بنقول إسهال شديد، هذه بعد لازم تراجع الطبيب. يعني عندنا عدة أسباب شوي تخوف نقول لا والله الأفضل، إذا بتقول الطفل خامل نايم طول الوقت لا، هذا من بداية طلعت حرارته وخامل وما ينش مثلا، هذا بعد الأفضل تراجع الطبيب. إذا مثلا أنا بتقول لي حرارة وشوي مثلا شام خفيف ما بنقلق منها، بس إذا حرارة وفي ضيق نفس هذا بعد على طول. في الأطفال اللي يعانون مثلا من أمراض مزمنة مثلا بنقول أمراض المناعية أو أمراض القلب أو أمراض الرئة أو أمراض الدم، هذه مناعتهم تكون شوية أقل من الأطفال العاديين أو نسبة استجابة ردة فعل الجسم للحرارة أقل، فهذه الأفضل من البداية يراجعون مثلا طبيب إذا صارت حرارة. أحيانا في البكاء الشديد إذا الطفل مثلا لا سمح الله عنده تشنجات، إذا مثل ما قلنا إذا عيش كمو صداع في ألم في الرقبة، هذه كلها أشياء تدلنا أنه الأفضل ينشاف من قبل الطبيب، لأنه ممكن السبب يختلف، ممكن يكون السبب أشد خطورة، ما يكون السبب مثلا التهاب فيروسي بسيط ويروح، فالأفضل هذه لا يراجع الطبيب ينشاف من قبل الطبيب يقيم حرارته، هل هو سبب التهاب فيروسي مثلا بسيط ويروح، هل هو سببها التهاب بكتيري يحتاج لمضاد حيوي، لأن أحيانا الحرارة المستمرة مع استفراغ شديد والاستفراغ الشديد أو الإسهال بعد هذه تؤدي إلى جفاف. يعني مثل ما قلنا أن الحرارة هي مش السبب الرئيسي، عندنا أسباب للحرارة، فهذا أنا واجبي كطبيب أدور عن هذا السبب، هو الهدف أن الأم تراجع الطبيب لها الأسباب. يعني صحيح. وأيضا دكتورة يعني موزة في بعض الأحيان يصعب أيضا على الأم التمييز أو يعني أنها تفرق بين الالتهاب الفيروسي والالتهاب البكتيري، ومرات يعني ممكن حتى درجات الحرارة المرتفعة هاي تستمر أكثر من يوم أو يومين. فأكيد دكتورة يعني مثل ما تفضلتي مهم جدا أن الأم تأخذ الطفل لمراجعة الطبيب للإطمئنان. فلو نتحدث معك دكتورة عن المضاعفات السلبية لارتفاع الحرارة لدى الأطفال. إحنا مثل ما قلنا من أول نقطة أول ما بدينا أن الحرارة هي ردة فعل للجسم، يعني هي واحدة من أسباب الدفاع، معناتها أن أنا في شيء قاعد يصير في الجسم، ممكن التهاب وممكن أسباب ثانية. نعم. فالمضاعفات بتكون يعني أنا أدور عن العامل الرئيسي، فرضا كان عندي حرارة وكان السبب التهاب بالأذن وما تعالج التهاب الأذن، فممكن يصير صديد بالأذن، لا سمح الله التهاب بعظمة الأذن، فرضا كان السبب التهاب بول وما تعالج ممكن يأثر على الكلى إذا ما تعالج لفترات معينة. فأنا الحرارة بحد ذاتها هي ما تخوف، يخوف سبب الحرارة هذا صحيح. اللي يقلقني مش الحرارة نفسها، فأنا حتى لما أعالج بعدين أو أبحث كطبيب أدور عن سبب الحرارة ما أدور على الحرارة، لأن وجود الحرارة أحيانا مثل ما قلنا هي ردة فعل، يعني أنا أدور عن السبب، شو سبب للحرارة؟ هل هو هذا التهاب فيروسي بسيط استشام خفيف ويروح بعد يومين؟ هل لا سمح الله التهاب بكتيري يحتاج مضاد حيوي؟ لأن هذه اللي تسبب لي المضاعفات، الحرارة بحد ذاتها ما تسبب مضاعفات كثر ما تسببها مسببات الحرارة. صحيح.
دكتورة أيضا خلال يمكن الدقائق القادمة نحب أن نستمر معك دكتورة أيضا في بعض النصائح اللي تحبين توجهينها للأمهات للحفاظ على صحة الطفل وسلامة الطفل في هذا المجال اللي نحن ياسين نتكلم عنه اليوم بالنسبة لارتفاع الحرارة وكيف أنها تستطيع أن تدير حالة الطفل بشكل صحيح وسليم. مثل ما قلنا أول شيء نحن عندنا الحرارة، يعني في عدة نصائح ممكن نوجهها للأم. غالبا وجود الحرارة مثلا يستدعي أن الأم يعني مراقبة مستمرة للطفل، فأي علامات مخيفة تظهر على الطفل لا سمح الله من البداية عندها تأخذها على أقرب مركز صحي. دائما نقول بعد ما لا داعي أبدا نعطي أي مضادات حيوية من البيت إذا مش موصوفة من الطبيب. يعني إذا أنا عندي مضاد حيوي قديم والطفل استجاب عليه أول مرة، ما لا داعي أعيده ثاني مرة إذا طلعت الحرارة، لأن ممكن هالمرة يكون دكتورة موزة. أيوة، نقطة وايد مهمة، لأن الحقيقة فعلا يعني في كثير من الممارسات الخاطئة في هذا المجال، ولا بعد بالأخص يعني مثلا يوم يكون أكثر من طفل في البيت الأعمار تكون قريبة من بعض، فالأم تقول لا بخليه في الثلاجة، وإذا لا قدر الله بدأت الأعراض على الطفل الثاني على طول تلجأ للثلاجة وتطلع المضادات الحيوية وبتبدأ في علاج الطفل. أكيد هو أسهل، هي خطوة أسهل، بس صحيح. أحيانا يختلف، أنا سبب الحرارة المرة الأولى ممكن يختلف عن المرة الثانية، ممكن المضاد الحيوي اللي خذاه المرة الأولى ما يناسب أن نعطي المرة الثانية، ممكن يكون التهاب فيروسي بسيط صحيح. فأنا أعطيته مضاد حيوي بدون داعي، فما له داعي نعطي أبدا مضاد حيوي عند هذه فيها يعني في هالحالات، إلا إذا شاف الطبيب وقرر أن هذا الطفل يحتاج حين يأخذ مضاد حيوي. في الأشياء الثانية بعد ممكن ننصح الأم منها، إن دائما نقول إحنا الوقاية خير من العلاج. يعني مثلا أحيانا إحنا أطفال دائما في مرحلة معينة في تطعيمات معينة المفروض يلتزمون فيها، فدائما نحرص الطفل اللي متطعم يختلف تماما كمناعة عن الطفل اللي غير متطعم، لأن هذا صار عنده مناعة لبكتيريا معينة لفيروسات معينة. فدائما نأكد على الأمهات إن حتى لو تأخرت يومين ثلاثة أسبوع عن التطعيم ترجع تتابع مرة ثانية وتكمل تطعيمات حسب الجداول واللي هي متواجدة، يعني التطعيمات عندنا في كل العيادات الصحية متواجدة الحمد لله. نقول لهم بعد الأفضل نبتعد عن يعني المناطق المزدحمة، الزيارات اللي ما لها داعي يعني مش لازم نعرض الطفل لها، لأن بهالطريقة نعرضه يعني لنسبة أكثر من البكتيريا والفيروسات والجراثيم واللي هي تكون تسبب الحرارة. فالزيارات اللي ما لها داعي بعد نحاول نخفف منها إن شاء الله. صحيح. في عادات جيدة مثلا غسيل الإيدين، دائما نحرص أن نعلم الطفل على غسيل الإيدين مثلا بعد قبل ما يأكل بعد ما يأكل، يعني لأن هذه بعد تقلل نسبة البكتيريا والفيروسات اللي موجودة بالإيد واللي أحيانا ممكن عن طريق الإيد تنتقل للفم وللجسم وتسبب حرارة. نعم. فهذه يعني نصائح عامة ممكن نعطيها للأمهات. الله خير دكتورة، حديثة تشيق الحقيقة، وشكرا لك وشكرا لجهودكم المتميزة الحقيقة اللي تقدمونها، اللي دائما هي يعني تزيد سعادة متعاملين هيئة الصحة بدبي. دكتورة موزة محمد الحمادي أخصائية الأطفال بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. العفو لكم. مستمعينا الأعزاء، ومع فقرة صحة الطفل ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات طبية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكان معنا في التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ودائما مخرجنا المتألق في الإخراج الأستاذ نمر محمد، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.